بترفيه. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده خالص، عن الوفاء. الوفاء، تخيلوا لما يكون الوفاء هو جزء اصيل من المجتمع. الوفاء لو المجتمع كله ما فيش فيه وفاء، ايه اللي ممكن يحصل؟ برايي ان الوفاء هو العمود الاساسي اللي موجود زي حديد الصلب اللي موجود في المجتمع. فالوفاء حاجه جديده خالص، قديمه قوي. نتكلم عنها بشكل تاني، ممكن نشوف لمسه من الوفاء اللي موجوده معانا النهارده. الطفله الجميله اللي احنا بنسميها عندنا ملكه جمال البرنامج، الطفله الرودي وليد، هنشوفها وهي بتتكلم وبتقول ايه عن الوفاء للبرنامج اللي كان بيحصل فيها الحاله اللي فاتت، حاله التنمر. النهارده بتقول ان هي ماشيه ورفع راسها لفوق، لانها احنا عملنا معاها، عرضنا لها الفيديو اللي كانت بتحصل معاها حاجه تمرد في المدرسه، ودلوقتي لا، دلوقتي ماشيه وعرفت ان هي ملكه جمال البرنامج. نشوف الفيديو ونرجع لكم ونكمل الوفاء. محمود حميده، محمود حميده عمل لقطه جميله قوي، لقطه معبره عن الوفاء. مش بس وفاء لزوج وزوجه، لا، وفاء حبيب لحبيبته، وفاء من نوع خاص، واحد حب. طب ما تيجي تشوفه، ايه المشهد ده؟ المشهد الجميل الرائع، اقل من 30 ثانيه ولكن في لمسات جميله جدا بتأصل برضو معنى الوفاء. ممكن نشوفه. هو فعلا يوم من الايام فيلم محمود حميده واللقطه اللي احنا شفناها دي، فعلا يوم من الايام، يوم من الايام كان الوفاء هو الاصيل اللي موجود في المجتمع. يوم من الايام الوفاء هو الاصيل اللي موجود ما بينك وما بين زوجتك. الوفاء هو الاصيل ما بينك وما بين وطنك. شفنا المره اللي فاتت لما لقينا الهبه اللي موجوده الاسبوع اللي فات عن اللي حصل، القضيه اللي حصلت لاعتداء البنت اللي في الكويت، الاستاذه فاطمه المصريه اللي في الكويت، وحصل هبه كبيره جدا على نائبه كويتيه ردت باسلوب غير لائق على وزيره الهجره. احنا ممكن نرد عليها، بس نرد عليها بايه؟ نرد عليها من خلالهم هم، من خلال رد، اول رد من انسان راقي جدا. طب ما نشوف الانسان ده قال ايه وبعدين نتكلم. شكرا للشيخ فاصل الحمود الصباح، شكرا. محافظ الفرعونية يعتبر من اكبر المحافظات اللي بيسكنها المصريين اللي في الكويت. انا سكنت في محافظة الفرعونية وعارف محافظة الفرعونية كويس، كنت مقيم في دولة الكويت فترة 18 سنة، يعني تقريبا اكتر او يتقارب من نصف عمري. اشهد الله، وحتى انا قلت الكلام ده في الانستجرام مشترك جدا، اشهد الله ان انا كنت في الكويت ما شفت ابدا اي اساءة من كويتي ليا او لشخصي او للمصريين اللي حواليا. مع العلم ان انا كنت وما زلت عضو في الرابطة جمعية المصريين في الكويت. لا، بتلاقي ان في مصريين، او بمعنى اصح في من الجنبين، ناس بتولع بتنفخ في النار. ليه؟ ايه السبب؟ ناس عايزة تسوق العلاقات ما بين على الاقل الشعوب. يا حبيبي، العلاقة ما بين الكويت وما بين مصر لا يمكن تتأثر، ما هيش علاقة يوم، ما هيش علاقة ساعة. الوفاء اللي موجود ما بين مصر وما بين الكويت هختصره لك في الفيديو اللي جاي ده. من مين؟ من رئيس مجلس الأمة الكويتي، وهو بيوصف ازاي جمال مصر، بيوصف ازاي جمال العلاقة، وده قمة في الوفاء من شخص بقامة وبمكانة رئيس مجلس الأمة، ونشوفه معانا ونقول هو ايه. شكرا، شكرا الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، شكرا على كل ما ذكرته من حقائق تؤصل العلاقة الحديثة في السنين الأخيرة ما بين مصر وما بين الكويت. شكرا، شكرا على كل حرف قلته، وده إذ ينبع
ينبع من موقف حقيقي لنظام حاكم ونظام حكيم لأمير الإنسانية ويتبعه رئيس مجلس الأمة. شكرا لقمة الوفاء اللي انتم موجودين فيها، وشكرا لقمة الرقي في التعامل. يا جماعة، محافظ الفرعية قال كلمة عجبتني قوي، والكلمة فعلا انا بشوف فعلا ناس كتير جدا من المصريين قايمين عليها، قايمين نايمين عليها. انت سفير لمصر في بلدك، في بلد غريبة في بلدك وبلد غريبة. ايوه، انت سفير لمصر في كل حركة، لكل المصريين اللي موجودين في العالم كله، لكل المصريين اللي موجودين في كل حتة في الارض. انت سفير لبلدك قبل ما تكون سفير لأسرتك. عشان كده قمة الوفاء ان انت تكون معانا في برنامجنا، واقول لك ان انت فعلا لازم تكون تقدم الوفاء. الوفاء لمين؟ لبلدك. الوفاء لبلدك ان انت تقول لها شكرا يا بلدي، انت خرجتيني من عندك، وشكرا انا سفير ليكي في كل مكان، ان انا مش هنزل اسمك في اي مكان، هكون امين في المكان اللي موجود فيه، هكون صورة صحيحة للمصر الاصيل. للأسف للأسف اللي بيسوق لنفسه، بس للأسف السيئة بتعم. يا كل مصري، انت قيمتك بتساوي 7000 سنة، انت قيمتك حضارة 7000 سنة، انت مش قيمتك النهاردة. زي الذهب، الذهب اللي طالع من الفراعنة قيمته غالية جدا، برضه القيمة المعنوية والقيمة المادية اغلى واغلى، برضه القيمة المعنوية بتاعتك غالية قوي. لازم تقدم بقيمتك المعنوية وكرامتك المرفوعة. اللي السفيرة نبيلة مكرم عبيد قالت كلمة رائعة، وكلمة فيها رقي وحكمة، وكلمة فيها فعلا نقاء. تيجي نشوف السفيرة نبيلة مكرم قالت ايه عن ردا عن النائبة صفاء الهاشم. ممكن خليكم معايا. بصراحة أنا بقول للرئيس شكرا، بقول للرئيس شكرا على نقاء اختيارك ورقي اختيارك لكل من يمثل مصر من القادة. بصراحة أقول لك شكرا، وفاء مني إن أنا أقول لكل مصري شكرا إن أنت اخترت برضو رئيس السيسي. لما نقول إن بذرة الوفاء بتمتد ما بين الشخص ونفسه وما بين الشخص وأسرته، فوفاء لأسرتك خرج نفسك للعالم اللي موجود أو لمجتمعك اللي موجود في الخارج. شرعك أنت عندك وفاء، عندك إيمان، عندك احترام ورقي لمكانة أسرتك في المجتمع، عندك احترام ورقي لمكانة أسرتك خارج مصر، عندك احترام ورقي لمكانة أسرتك برضو في مصر. أمانتك ووفائك لبلدك ان انت لازم تكون تقدم واجبك. رسالتنا النهاردة مش بس كلام، رسالتنا النهاردة فعل، فعل مننا، فعل منك، فعل مني، ان انت لازم تكون فعلا قد الناس دي، قد الوفاء ده، قد الصفة دي. خليك معايا وخليك مع نفسك، خليك صادق في كل لحظة بتقولها، خليك صادق مع نفسك، وقدم المثال الصحيح للمصر الأصيل بوفائك لبلدك في كل عمل بتقوم بيه، بوفائك لبلدك في كل لحظة وفي كل خلق. مش معقولة لما اشوف ناس ماشية في الشارع بتضرب بعض ده عنده وفاء لبلده. مش معقول لما اشوف ناس وانا ماشي بالعربية اشوف واحد بيرمي لما اخذ الزبالة في الشارع ده وفاء لنفسك ولا وفاء لبلدك؟ يا اخي انت بتصدر صورة سيئة لليه؟ ما تصدرش صورة سيئة لنفسك والمجتمعك والبلد. صدر الصورة الصحيحة للمجتمع، صدر المثال الأمثل للرقي والحضارة والنقاء، صدر أمانة، صدر وفاء، صدر إخلاص. لأن أنت قلت لك قبل كده مكانتك ومكانة مصر من تصرفك، أنت قدم للناس التصرف الصحيح. عشان كده لما أنا جيت ورجعت مصر قلت أنا لازم أقدم الصورة الصحيحة لمصر. لما حصل مشكلة وشخص
لا يذكر أساء لدولة الكويت، أنا قلت أنا أعتذر عن الشخصية دي بصفة المصري. رسالتنا النهاردة أعيد أقولها لك، أنت قيمتك من قيمة بلدك، وقيمة بلدك من تصرفك في الخارج، من علاقتك مع كل اللي موجودين حواليه في داخل مصر وخارج مصر. قدم المثال الصحيح للمصري الأصيل، للمصري اللي عنده وفاء حتى في كلامه وفي عهده. أنا جاي لك بعد خمس دقايق يبقى فعلا الخمس دقايق، أنا بتكلم بأمانة يبقى فعلا بالأمانة، الرب يحميك يبقى فعلا أنت تقصد من جواك أن الرب يحميك، ورب يحمي مصر ويحمي ولاد مصر في كل أماكن وفي كل مكان في العالم. ربنا يحمي كل الناس، وشكرا لكل كويتي شهر وقف في الأزمة اللي احنا موجودين فيها، وشكرا لكل مصري شهم برضو أظهر معدن وأصالة المصري الأصيل في حاجة زي دي. شكرا لكم جميعا، وليلتكم سعيدة، مع السلامة.